يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الفرق الإسلامية تأخذ بمذهب الشافعي رحمه الله فيما وافقها من المسائل، ولكن في مسائل أخرى لا يأخذون بهذا المذهب، مثل رفع الصوت بالأدعية جماعيا والموالد، فهل يقال إنهم شافعية في الفقه؟ أنا قلت لكم أن كثير من المتأخرين أتباع المذاهب الأربعة أنهم إنما يتبعونها في الفقه فقط، أما في العقيدة فإنهم يكونون على غير عقائد أئمة المذاهب، يكون أشعرياً ماتريدياً معتزلياً. ولهذا تجده يقول في ترجمته: الشافعي مذهباً، الشاذلي طريقة، المدري وشو، يصير مشكل، يصير مشكل هذا. هنا الشافعي في الحقيقة هو الذي يكون على مذهب الشافعي في الفقه وفي الاعتقاد، هذا هو الشافعي، والحنفي والمالكي والحنبلي أن يكون على منهج إمامه في الاعتقاد وفي الفقه. أما اللي يأخذ بعض ويترك بعض فلا يكون، فلا ينسب إلى ذلك الإمام. نعم نعم يجوز، نعم يجب أنك ما تأخذ أقوال الإمام قضية مسلمة، فإذا كان فيها شيء مخالف لاجتهاد، يعني ما مخالف للدليل، فلا يجوز لك تأخذ، أما وتأخذ بما قام عليه الدليل، ولو كان في غير مذهب الإمام الذي تتبعه تأخذ ما قام عليه الدليل. والإمام نفسه يوصي بهذا، الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله، واضربوا بقولي عرض الحائط. فما هو بالمسألة تقليد أعمى ولا انفلات، وإنما اعتدال في الأمر. نعم.